أهلين أستاذ. تفضل. الحمد لله على السلامة يا عامر بيك. أهلا وسهلا زاهر بيك. أهلا وسهلا، الله يسلمك. الله يخليك. تفضل. شكرا لك. طمني، إن شاء الله أمورك هلأ أحسن. ألف الحمد لله، كل شيء على ما يرام. الحمد لله الحمد لله. إيه زاهر بيك، شو الأخبار؟ لا، الشغل كله تمام. نحن نفذنا الصفقتين اللي حضرتك وقعت عقودهم، وبعدين عملنا عقد مع شركة الحديد 9 مليون ليرة، وأبرمنا عقد مع مستشفى الشهبة بحلب ب 15 مليون ليرة سوري. وين هالعقود هاي؟ عندي بالمكتب. تفضل. الحمد لله على السلامة يا عامر بيك. أهلا أستاذ ممدوح. كيف صحتك؟ أهلا وسهلا. أنا مرحب عبدل رئيس مجلس الإدارة ونائبه، الحقيقة جاي بس هني بالسلامة. الله يسلمك ويخليك، شكرا جزيلا. الله يخليك. بتمنى تحط بحسابك إنه اجتماع مجلس الإدارة راح يكون يوم الثلاثاء بدل الخميس وبنفس الساعة. حاضر يا سيدي، تحت أمركم، على إذنكم. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. إيه زاهر بيك؟ أمور. عملتوا دراسة جدوى دقيقة للعقد اللي وقعتوه ولمشروع العقد الثاني؟ ولو يا عامر بيك، الدراسة جاهزة. قديش نسبة الأرباح؟ 22%. 22%؟ ليش؟ تفضل. أشرقت الأنوار وأنورت يا عامر بيك. أهلا أستاذ سعيد. أهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلين. صدقني حسينا بفراغ كبير كثير بهالكم يوم يا عامر بيك. شكرا شكرا شكرا. طمني كيف صحة؟ الحمد لله الحمد لله، كل شيء على ما يرام. نشكر الله يا رب. طمني عامر بيك، إن شاء الله لقيتوا الشيك. لا لسه ما فضينا له، بس هلا رح نفكر بالإجراءات اللي لازم نعملها. يا ريت يا عامر بيك تضل القصة محصورة من غير شوشرة. أنت بتعرف الفضيحة شو بتساوي بالشركة. عن إذنكم عامر بيك، أنا في عندي زبائن بالمكتب، وإن شاء الله في عندنا مشروع بحوالي شيء 30 مليون ليرة. عن إذنك. موفق، مع السلامة. خير أستاذ، في شيء؟ عفوا؟ خير، في شيء؟ لا سلامتك أستاذ، ما في شيء. عم تستنى حدا حضرتك؟ ايه عم بستنى الأستاذ عامر. مين عمل دراسة الجدوى هاي؟ مكتب دراسات. وانت شو كان دورك؟ الإشراف. طبعا عملت بعض التعديلات اللي اعترف فيهم المكتب انه ممتازين. طيب رح أدرسها أنا. بالمناسبة طالما نحن قاعدين لوحدنا، شو رح تساوي مشان الشيك؟ بيهمك الموضوع؟ طبعا بيهمني، أنا كل شي بملكه حاطه بالشركة. أما بالنسبة إلي، الشيك اللي انسرق بعشرة مليون من خزنتي بيعادل ثروتي كلها، لأن هاي حركة استغفال إلي، تصغير لقيمتي، وبدي هذا الشيك لو قامت الدنيا وقعدت. يعني أنت فعلا ناوي تكبر المسألة لدرجة أنك تأذي الشركة؟ كيف ما بدك تحسبها أحسبها، إلا إذا لقيت لي الشيك. عامر بيك، هاي التلميحات مو مقبولة ولا بأي شكل كان. أنت بتعرفني منيح وبتعرف أسلوبي بالتعامل. أنا ما عم لمح أنك أنت اللي أخذت الشيك، أنا قصدي أقول إنك بذكائك ممكن تطالع الشيك. أيوه، بس هي مسألة بتاخد وقت وبتتعارض تماماً مع نيتك إنك تدمر الشركة. إذن كل واحد بيفكر بمصلحته الخاصة وعلى طريقته الخاصة. مثل ما بدك عامر بيك، مثل ما بدك. عامر بيك عندي فكرة. تفضل. إذا بدك تبيع أسهمك بالشركة في مين يشتري؟ وبدل 10 ملايين راح تكسب عشرات مثلهم.
ذكي كثير يا زاهر. اسهمي مو للبيع، واذا في حدا بده يبيع اسهمه انا اللي بشتري منه. الو. ايوه. اهلا 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 باحلى رغد. اهلا يا حياتي اهلا. ايه بس انا زعلان منك كثير. طبعا. ليش؟ لاني لما بحكي معك ترفعي السماعه وما بتردي. طبعا اكيد. امتى حكيتي معي؟ على الفيلا؟ طيب اللي لهم اعطوني اياه. ايه لا 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 تتصلي بعبير هلا مثل ما عم قلي. ايه شو هلا يا ستي؟ انا جاهز، انا تحت امرك. فورا فورا. يلا الى اللقاء. امرك عامر بيك؟ بعتي لي خالد فورا. خالد؟ ايه خالد الشاب اللي منتظر بالمكتب. يلا امرك عامر بيك. نعم استاذ. خالد انا مضطر اروح مشوار خاص، بلاقيك قدام الشركه الساعه 3 بالضبط ان شاء الله. خذ. شو هدول استاذ؟ روح اشتري شوي شغلات، لساتك بنفس الملابس من وقت ما شفتك لهلا. لا لا أوه. لا ارجوك ارجوك استاذ. لا خلاص اوف. شو جاي لعندي لتصفن؟ عم فكر بعامر بيك. شو بو؟ قرر انه يخرب الشركه. ليش؟ اذا ما لقى شيك راح يخرب الشركه. وين بدي لاقي شيك؟ ما بعرف بس هيك راح ينخرب بيتنا. يا اخي لا ترد على الحكي، له بالشركه قد ما كل واحد منا بخمس مرات. شو عم تحكي انت يا سعيد؟ عامر بيك رجال مجنون ومعتبر موضوع الشيك إهانة إله ولكرامته، وعم يقول علي وعلى عدائي. طيب شو ممكن يساوي؟ ما بعرف بس هذا الرجال بيخوف كتير. لازم نفكر شو بدنا نساوي. مواعيدك صحيحة؟ الإنسان الصحيح لازم تكون مواعيده صحيحة. خالد شو هي الأشياء اللي إذا أنا عملتها بتحكي الناس عني حكي سلبي؟ مثلا يا سيدي ارتكاب جرائم لتحقيق مصالح غير مشروعة، مثلا الإساءة للناس، الإخلال بالقوانين والآداب العامة، التنازل عن أصول الرجولة ومتطلباتها. بس أعتقد بس. طيب وإذا قلت لك أنا بدي أتجوز شو بتقول أنت؟ بقول لك ألف ألف مبروك. ما بيكون عندك أي انطباع تاني؟ أبدا. رح أتجوز يا خالد، بدي أتجوز ست ساحرتني. تعرف لما بشوفها بحس إني رجعت 20 سنة لورا. ألف مبروك يا أستاذ عمر.
الله يبارك فيك.